بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. إن شاء الله اليوم محاضرة استكمال المحاضرة السابقة اللي وصلنا أتوقع لنهاية المحاضرة الأولى، اللي هي لا كملناها الايديال ستراكشر موديلينج. خلينا نأشرها دور سيستم اللي هي كانت هاي نهاية، وصلنا هاي بتو ريلودينج. زين بس وياي طلع من عندي فلات سيرفس، اي سطح فلات. خلينا نقول احنا بالتطبيقات الهندسه المدنيه مثلا عندي السقوف، اي سقف من يكون مسند بستراكشر معين او فلور معين، اللي هو تكون قد يكون اعمده قد يكون جدران، من الضروري جدا انه انا احسب شلون هذا السيرفس، شلون هذا السطح، سواء سقف او حتى هاي الميز اللي امامكم، هذه شنو الطريقه اللي ينقل بها هسه هذا سطح الميز هذا مثلا، شلون دي ينقل القوه او دي ينقل الاوزان او الاحمال المسلطه عليه للارض للاستناد. كذلك الستراكشر، اي ستراكشر عندي، اي منشا عندي، شلون دي يبدي ينقل الاحمال اللي تتسلط، وين تتسلط الاحمال بالدرجه الاساس؟ على السقف، والسقف يبدي ينقلها الى بقيه اجزاء المنشا وصولا الى التربه. من الضروري انه اعرف شلون تنتقل هذه الاحمال. بشكل عام عندي ذني السيرفيس او السطوح او الاسقف تنقل الاحمال بطريقتين رئيسيه. بس قبل ما امر بهاي الطريقتين الرئيسيه، هي هذا التوزيع على هاي الطريقتين شلون، على اي اساس وزعت على هاي الطريقتين؟ عندي ثلاث امور رئيسيه. الامر الاول الجيومتري اوف ستراكشرال سيستم. جيومتري يعني شكل التوزيع الهندسي، توزيع بالفضاء، الابعاد مالته، يعني مستطيل، مربع، الطول الى العرض الى الارتفاع، هذا الامر الاول. صحول الجيومتري يعني الشكل الهندسي او التوجيه الهندسي. النقطه رقم اثنين اللي هو الماتيريال فروم ويتش ات از ميد، يعني من شنو مصنوع. الان عندي كونكريت ستراكشر، عندي ستيل ستراكشر، عندي تمبر ستراكشر، كومبوزيت ستراكشر، هذا العفو، هذا كلش مهم انه حتى يخليني اعرف الطريقه اللي دي يوزع بها السقف الاحمال. النقطه الثالثه والاخيره الطريقه اللي شنو اللي اني انشات المنشاه مالتي، مثلا نفرض انه اني عرفت المنشاه مالتي بنايه كونكريت عاديه، بنايه عفوا عاديه اربع طوابق تيبيكال، هذا عرفت التوجه مالته، مستطيل، الابعاد مالته كلها عرفت، الارتفاعات عرفت. النقطة الثانية اختاريت مثلا كونكريت ستراكشر. زين انا الكونكريت ستراكشر بأي طريقة نفذته؟ السلاب مالتي اللي هو مثلا من نوع الفلات سلاب، فلات بليت، الهالو سلاب، يعني عندي عدة طرق ممكن انشأ من عندها المنشأة مالتي. فهذه الثلاث الطرق تحدد لي الطريقة اللي راح ينقل بها السقف شنو هو؟ الأحمال. تمام؟ زين. اول طريقه من الطرق اللي هي الون واي سيستم. شنو هو الون واي سيستم؟ هو طريقه بنقل الاحمال، السقف هي طريقه بنقل الاحمال ينقلها باتجاه واحد. يعني مثلا شوفوا لي هذا المثال. هذا المثال هو عباره عن منشأ عندي سقف. شنو متكون؟ متكون من سقف، متكون من بيمز، كولومز، اضافه الى شنو؟ الفاونديشن. واضح؟ انا بالبدايه وين دا اسلط الاحمال؟ الاحمال وين تتسلط؟ السقف اللي هو الوزن بالاضافه لللايف لود. هسه احنا السؤال اللي اجانا بالامتحان قلت لكم اريد المحصله، شو تسوي؟ اول شيء تحسب الاحمال الميته، شنو عندك احمال ميته؟ مثلا عندك بس كونكريت، الثيكنس مال الكونكريت في الكثافه مال نوع الكونكريت المستخدم. اروح اطلع اللايف لود، شلون اللايف لود؟ قلنا هذا التيبل اللي تزودتكم به اللي هو مين جاي بيه من الاي اس سي اي 7، اشوف شنو نوع البنايه مالتي على ضوئها احدد اللايف لود. هذا زائد هذا طلعت لي المحصله مال اللود المسلط، اوكي؟ زين، هذا ورا ما سلطت على السقف، وين راح يروح؟ راح ينتقل للبيم، شلون ينتقل؟ بهذا الاتجاه. تمام؟ يعني السلاب بانل راح ينقل للبيم. شنو هو السلاب بانل؟ السلاب بانل هو القطعه اللي صايره بين المساند. يعني انا كم سلاب بانل هنا؟ عندي ثلاثه.
هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة. يعني إذا آخذ هذا هو عبارة عن هذا بيم وهذا بيم، اللي بيناتهم هو هذا شنو هو؟ فوقه والسلاب بنك. شلون دي ينقل اللود؟ دي ينقل بهذا الاتجاه. اوكي؟ ولا ما انتقل بهذا الاتجاه، وين وصل؟ وصل للبيم. البيم شلون راح ينقله؟ للكولوم. الكولوم وين ينقله؟ للفاونديشن. الفاونديشن وين ينقلها؟ للتربه. زين، انا هسه عندي سؤال. ليش السلاب مالتي او السلاب بانل ينقل فقط بهذا الاتجاه؟ هل من الممكن ينقل بهذا الاتجاه؟ هل اسميه؟ اسميه بس انطوني صبر، مثلا اسميه الطريق مثلا رقم او واحد بي. يعني هذا مو طريق واحد، واحد بي مو ممكن منا يفوت. شنو السبب اللي يمنعه انه يمر يودي لنا؟ ماكو مساند. هذا جواب اوكي، انا راح اسجل هذا الجواب اللي هو شنو؟ there are no beams اللي هو support in the other direction. تمام، جواب منطقي. يعني ما يحتاج الى راح للقاضي، خلينا نقول انه نقول بهذا الاتجاه ماكو مساند. واضح؟ اذا شنو نقدر نعرف الوين وين وين لحد الان؟ تعريفنا للوين وين هو شنو؟ هسه حسب ما افتهمته حد حاليا هو السقف اللي يكون اتجاه نقل الاحمال له باتجاه واحد. نتيجة شنو؟ شنو المحدد اللي خلانا؟ بسبب وجود مساند او البيمز باتجاهين متوازيين فقط، يعني بالاتجاه هو معانا مو كل عندي ابي اربع سايدز باربع شو اسمه اضلاع، هو بمساند فقط باتجاهين متوازيين. يعني ما ابي ساند كل بانل عندي هذا، بي فقط هنا المساند او هنا، يعني ما موجود بي مساند باربع شنو اتجاهات. اذا هذا اول حاله. زين، هل من الممكن دقيقة زين هسه نرجع هنا نجي الحالة الثانية من الحالات، انه انا عندي هسه هيك سلاب بانل، والسلاب بانل بهالحالة شنو؟ تو واي. بس هل مباشرة نقول تو واي؟ لازم اختبر الكود. شو يقول لي الاي سي اي كود الامريكان؟ لا مو الامريكان سوشيال، الامريكان كونكريت انستيتيوت، معهد الخرسانة الامريكي اللي هو الكود الخاص بالكونكريت اي سي اي. يقول من عندي سلاب بانل حتى اتحقق من عندي سلاب بانل مسند فقط من اتجاهين متوازيين، هذا قبل دول وان واي. بس من تيجي تشوف سلاب مسند من اربع جهات، فلازم انت قبل هذا الشيء تتحقق. تتحقق من شنو؟ بس خلي تتحقق من فد معادله صغيره اللي هي اوكي خلينا مشكله اللي هي شنو المعادله؟ يقول لك ال L1 على ال L2، يعني نفرض هذا ال L1 هو السلاب، او احنا قلنا مو السلاب بانل عباره عن هو المستطيل اللي هو بين البيمز، وهذا ال L2. شيك لي ال L1 على ال L2 المفروض اكبر او تساوي 2، يعني مستطيل كانه. يعني طول الضلع مال السلاب بانل الاول او طول السلاب بانل تقريبا يساوي ضعف العرض مالته او اكبر. اذا تحققت هاي المعادله هذا شو اعتبره؟ وان واي، حتى لو كان مسند من اربع اضلاع. اذا كان لا يابا
ال L1 على ال L2 أصغر من 2، أصغر مو أصغر أو تساوي، أصغر فقط 2 يعني مقارب شكله إلى شنو؟ إلى المربع. بمعنى إذا كان ال L1 على ال L2 أصغر من 2 يصير نقل الأحمال شلون؟ من الإسلاب المن. شوف هسه عندي نوعين من البيم، لو تلاحظون اكو بيمز صغيره وبيم شنو؟ كبيره. البيمز الصغيره شو نسميها؟ هي فلور بيم او بيم. البيم الكبيره هاي العادي شو نسميها؟ نسميها جيردر. البيمز الكبيره جيردر. لا ذيك بالستيل شويه. زين، هسه اني الاحمال مسلطه الوزن، الوزن شلون راح ينقل من السقف للبيمز للفلور بيمز؟ راح ينقل بهاي الطريقه، اوكي؟ وراها ما راح يروح للكولوم مباشره، شوف من انتقل ومن انتقل صح؟ بعدين هاي البيمز راح تسوي؟ تنقله للكولوم والكولوم للفاونديشن، الفاونديشن للهاي. بس نلاحظ الاحمال شلون انتقلت؟ اتجاهي. زين. قلنا اذا تحققت ال L1 على ال L2 اصغر من 2. زين اذا L1 على ال L2 اكبر من 2، اذا هذه الطريقه ما راح تنقل. راح تنقل فقط باتجاه واحد، ليش؟ هسه قبل شويه هسه لنفرض اسعافات، لنفرض هذا شنو؟ 1 واي طلع. اذا شلون راح تنقل الاحمال؟ راح تنقل هيجي وبعدين هذا وين راح ينقل؟ هذا راح ينقل للكولومات والكولومات راح تنقل، صح؟ زين ليش ما تجي النقل بهذا الاتجاه؟ قبل شويه زياد العباس قال أني ما نقلتها بذاك الاتجاه. ليش؟ لأن there are no beams مثل ما سجلناها؟ ما سجلناها. There are no beams in the other direction. تمام؟ زين هسه شنو؟ هسه مو عندي بيم. توزع على زين. إذا احنا نحكي منها بهاي النقطة صح هذا أقرب. زين هاي النقطة الأحمال اللي بهاي النقطة. مو هذا أقرب له؟ مو؟ احنا ما نحكي فقط عن المحصله، هو حقيقه ماكو بس محصله، هو اكو احمال، يعني صوروا لي هذا بانل مو؟ الاحمال المفروض هنا تجي هنا على هذا، اللي هنا مو المفروض هاي يشيلها؟ ليش كلها تنتقل بس هنا وهنا؟ هذين ليش ما يشيل اذا موجوده؟ لا منو قال؟ اثنينات الموجودات، اثنينات الاحمال. لا خليني اجاوبكم، الجواب يكون كالتالي، الجواب الاول اللي هو يكون وجداني او منطقي مثل ما قال عباس قبل شويه. بس ذاك يشمل فقط اذا كان عندي فقط مساند من باتجاه متوازي. بس الجواب الاشمل اللي يشمل لي الحالتين يعني شويه هو جواب بجانب من الرياضيات، بس شويه وياي كفهم. اكو فد شيء عندي بالرياضيات اسمه جابا اللي هو حرف لاتيني شيء يساوي 1/rho. شنو هذا الجابا؟ اللي هو الكيرفيتشر. شنو يعني كيرفيتشر؟ التقوس. اذا الكيرفيتشر شلون اقيسه؟ 1/rho مقياس الكيرفيتشر، يعني مدى اي كيرف اقدر اقيس قد مدى تقوسه عن طريق هذا المقدار، كل ما زاد هذا المقدار بمعنى انه التقوس شبيه كبير. بس خلوا لي هذا يمكن عباره فد معلومات. ال1 واي شلون راح يكون الديفليكشن اللي راح يصير بالسقف ال1 واي؟ يعني انا من عندي هذا بيم عندي هذا بيم وهذا بيم، شلون راح يكون الديفلكشن؟ راح يكون بسايد واحد باتجاه واحد صح؟ يعني تتخيلون اعطيني فد ورقه، ما عندي ورقه. هذا دفتر كافي اعطيني. من عندي هسه هذا لنفرض سقف، شلون راح من يصير احمال هنا؟ من هسه لازم سقف بس فقط من طرفين وظليت تخلي هنا احمال، ايش راح يصير بي دفتر؟ مو هيك يصير؟ مو؟ بينما لو حاول يجيب مثلا دفتر شويه مربع تقريبا ابعاده هذا الطول مقارب هذا الطول، تقريبا راح يصير هيجي وهيجي. مو؟ اي. هذا شيء يصلحوا له هذا سنجل كيرفيتشر يعني باتجاه واحد، ذاك الشيء يصلحوا له دبل كيرفيتشر. اذا خلونا نتفق احنا مالتنا من يا نوع؟ سنجل كيرفيتشر. زين. هسه نرجع للكيرفيتشر. الكيرفيتشر قلنا هو شنو هو؟ 1/rho، وقلنا هذا شنو هو؟ مقياس مدى مقياس للكيرفيتشر، ايش قد ما متقوس، كل ما زادت قيمه الجابا هذه يشبه حرف كي، بمعنى شنو؟ بمعنى التقوس كبير، كل ما قلت قيمته بمعناها التقوس صغير. زين شلون يقيسوا هذا؟
والرو شنو؟ بس راح نجاوب. نفرض عندي هذا الكيرف وعندي هذا الكيرف اللي قريب كلش من الخط المستقيم، يعني هو بي كيرفيتشر شويه. قالوا انا حتى اجي اقدر اقيس الكيرفيتشر ارسم دائره تمس هذا الكيرف، ارسم دائره تمس هذا الكيرف. هسه مثلا اذا اريد اذا اريد ارسم هنا دائره تمس هذا الكيرف راح تكون هيش دائره تقريبا نصف قطر هاي الدائره اللي تمس هذا الكيرف، لقيت قيمتها رو. زين اذا اريد ارسم دائره تمس هذا الكيرف اللي هو شبه لا شبيه للخط المستقيم، يعني الكيرفيتشر مالته شنو هذا صغير لو كبير؟ قليل جدا. حتى ارسم دائره راح تكون الدائره حتى تمس شبيها. زين اذا الرو مالتها شبيه؟ زين من تكبر قيمه المقام القيمه الاصليه شو يصير بها؟ تقل. اذا هذا شنو؟ يعني شو يعطيني قيمه؟ انه هذا الكيرفيتشر شبيه صغير، هذا الكيرفيتشر شبيه كبير، صح؟ زين هسه هاي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اذا هنا ايش نقدر نوصل للمرحله؟ هنا الكيرفيتشر شبيه هنا بهاي المناطق صغير، وهنا الكيرفيتشر شبيه كبير. زين هاي خلوها المعلومه يمكن. المعلومه الثانيه انا عندي معلومه المفروض دا مر عليكم بالميكانيك او بالمقاومه مرحله ثانيه. عندي الكيرفيتشر شو يساوي؟ يساوي اي اي في المشتقه الثانيه ويساوي المومنت. هاي المعادله مالتي اذا ماخذيها او هسه تمر عليكم. اذا انا مالتي الكيرفيتشر ويا من يتناسب؟ اذا زاد الكيرفيتشر شو يزيد؟ اذا اقل الكيرفيتشر شو يقل؟ زين اذا انا من هنا الكيرفيتشر قليل تمام، اذا المومنت مالته قليل، اذا ما راح ينتقل لمومنت. اذا هنا المومنت شبيه لا يساوي صفر، هنا المومنت لا يساوي صفر. ليش بدي يصير كيرفيتشر؟ هنا مو بدي يصير انت صح انا رسمته هنا بس هو العمودي عليه صح؟ اذا هنا من المومنت ما يساوي صفر راح تنتقل احمال لو ما تنتقل؟ المومنت شلون يجي؟ من الاحمال صح؟ انا قد يكون الاحمال قد تكون عندي كونستريتد، قد تكون احمال يونيفورم لود، بس كلها راح شو تولد لي؟ تولد لي مومنت. بهالاتجاه اللي هو العمود على الثاني هنا الكيرفيتشر كلش قليل نتيجه العمود على، فالمومنت شو يساوي؟ صفر، المومنت يساوي صفر، اذا اكو مومنت ما تنتقل احمال. اذا واحد يجي يسالنا ايش يقول؟ يقول هسه انت قلت لي الون واي ينقل الاحمال باتجاه واحد قبل شويه، نتيجه شنو؟ نتيجه اكو مساند فقط طرفين معينه، بالطرفين الثانيه ماكو مساند صح؟ اذا ما ينقل. زين هاي الحاله شو تفسرها؟ كلها تفسرها انه الون واي التعريف الحقيقي له شنو هو؟ هو السلاب او البانل اللي يكون به فقط سنجل كيرفيتشر، يعني تحدب اتجاه واحد. فاني الاتجاه البي تحدب هذا ايش راح ينقل لي؟ ينقل لي مومنت، فبالتالي ياخذ احمال. الاتجاه اللي ما بي تحدب ما ينقل لي مومنت، مو؟ لان الكيرفيتشر كلش صغير او مقارب للصفر، احنا قلنا الكيرفيتشر لمن يناسب طرديه؟ المومنت، اذا ما ياخذ مومنت. هذا التفسير الحقيقي له، واضح؟ بالضبط، مو هاني الكيرفيتشر منين يجيني الكيرفيتشر؟ نتيجة لودينج تمام؟ فإذا اكو لودينج فياخذ احمال، بس بينما هنا أنا ما عندي كيرفيتشر إذا ماكو مومنت. إذا ماكو احمال فما يستلم. هسه افتهمنا ليش؟ أنه ون واي ليش دي يتصرف ون واي؟ تمام زين. هسه قبل ما نروح للتو واي نرجع لهاي. اسمعني شوي أسوي شلون أحسب مثلا أنا عندي سقف عندي سقف مثل هذا ستيل ستراكشر ايش متكون؟ يعني خلينا نقول غرفه مربعه بها او مو مربعه ولا 3 في 3 اعمده فوق الاعمده شنو؟ جيردر، قلنا الجيردر هو البيمز الكبير، واكو فلور بيم فوق الفلور بيم عندي السقف. زين
السقف دي ينقل احمال 5 كيل نيوتن بالمتر المربع. دائما الاحمال على السقف شو تصير؟ قوه على شنو؟ مساحه، على اعتبار انه السقف بابعاد اثنينات كبيره. زين، شلون انقل الحمل على السقف؟ اريد اشوف البيم هذا الداخلي مالتي مثلا او البيم اللي بالطرف، شلون احسب الحمل اللي ينقل البيم؟ هسه انا شنو بالضبط عندي؟ بالضبط عندي هذا. اذا اريد اخذ توب فيو حول هذا السقف مالتي، ابعاد قد 3 في 3. اوكي؟ قد عندي فلور بيم؟ هذا الفلور بيم، كانه فريته، هذا 1 2 3. هاي الفلور بيم وذني الجيردرز، تمام؟ اريد اشوف مثلا خلينا نبدي بالوسطي او هذا او هذا، اشوف كل بيم ايش قد ينقل احمال. تمام؟ شلون احاول شلون اعرف كل بيم ايش قد ينقل احمال؟ اول شيء اسوي هذا مثل الفري بادي دايجرام، التخطيط بسيط. وشلون اعرف الجزء المسؤول عن البيم، على خلينا نقول الوزن المسؤول على كل بيم ينقله؟ بمعنى انا مرسم هيجي، ارسم لكم اياه. البيم الوسطي ايش قد ينقل احمال؟ اجي اخذ منتصف السلاب بانل هذا ومنتصف السلاب بانل هذا، اللي بيناتهم راح ينقله هذا شنو؟ بالنص. يبقى هذا النصف وين ينقله؟ الطرفي. وهذا النصف وين ينقله؟ الطرفي. فمبدئيا لازم انت تعرف انه دائما البيم اللي بالوسط ياخذ ضعف الاطراف، طبعا اذا كانت الابعاد متناسقه. اوكي؟ زين. هسه اوكي؟ هسه انا عرفت، هسه قسمتهن. هذا ايش قد بين واحد وواحد؟ واحد ونص. نص الواحد ونص ايش قد؟ ونص الواحد ونص 0.75. اذا ايش قد صارت عرض الشريحه مالتي؟ وهاي ايش قد البعد مالتها منها؟ هسه خلينا نجي نحكي على البيم الوسطي. اوكي؟ زين. البيم شنو الوحدات اللود المنقوله عليه؟ كيلو نيوتن على مساحه لو كيلو نيوتن على طول؟ لا اسمح لي، احنا شلون نميز؟ ليش مثلا من اقول بيم او اقول كولوم او اقول سلاب او اقول فاونديشن، شو بدي اقول هذا الحمل اللي يتحمل كيلو نيوتن على المتر المربع؟ شو كنت اقول؟ لا والله هذا كيلو نيوتن على متر، لا والله بس كيلو نيوتن. نتيجه الابعاد مالته، مثلا دائما اذا كانت البعدين يعني متناسقه بالكبر، مثلا السلاب البعد الاول الـ L1 والـ L2 تقريبا متقاربات، ما في فرق شاسع بيناتهم. يعني هسه احنا ليش السلاب دائما على متر مربع مو متر مكعب؟ لان نسبه الطول والعرض للثكنس مالته كلش كبيره، يعني مثلا تلقى سلاب مالته الطول 4 متر ب 5 متر والثكنس مالته 30 ملم مو؟ او 50 ملم. فالثكنس مالته بالنسبه للابعاد الثانيه كلش صغير، فاقدر شنو؟ اهم له بالهذا اقول كيلو نيوتن على المتر المربع وبعدين اضيف تاثيره. البيم تلقى مثلا البعد ما الطول مالته 4 متر بس البعد بهذا الاتجاه 30 مثلا سنتيم ب 40 سنتيم. فالبعدين الثانيه هم شبيهن صغيرات بالنسبه للبعد هذا للطول، فشي يصير الوحدات مالته كيلو نيوتن على متر، هذا شنو؟ كيلو نيوتن على متر مربع. الكولومز الكونستريتد لو داخله بس شنو؟ بس كيلو نيوتن. على اعتبار هو صغير الابعاد كلها صغيره. يعني احد الابعاد، بالنسبه لبقيه الابعاد ممكن اهم تاثيرها بالبدايه. زين. هسه المفروض احول من كيلو نيوتن على المتر المربع الى شنو؟ كيلو نيوتن على المتر. انا جديد عندي 5 كيلو نيوتن على المتر المربع. يعني اريد كانه دار دباعه هيك سايد فيو، سايد فيو شلون راح يطلع لي الشكل؟ متفقين؟ احد عنده هنا استفسار شلون تحول من هالشكل ب 3 دي هذا البيم بالضبط هذا او الوسطي كانه الى هذا الشكل؟ دابع سايد فيو اللي هو الوسطي، هذا هو ذني، هذا توب فيو داباوي، هذا ايش داباوي؟ سايد فيو. طبعا ذني ثلاثه سواء هذا او هذا او هذا نفس الشكل راح يطلع لي، بس راح تختلف قيمه اللودينج. بس دقيقة واحد واحد شلون؟ بالضبط اي. اما السؤال انه ليش السبورتات هي، هاي تعتمد على نوع الكونكشن. الكونكشن شلون اني رابط البيم بالكولوم بالجيردر؟
لا هو اللحيم او براغي تفاصيل، البراغي تفاصيل اللحيم هاي كلها تاثر، بس هسه احنا نفترض انه الرابط شنو بين كل واضح؟ رسمته هيك 2 دي، ايش قد قيمه هاي شلون طلعتها 7.5؟ هسه راح نحكي، انا عندي 5 كيلو نيوتن على المتر المربع. بما انه انا لغيت تاثير بعد، هذا البعد عندي هذا بهذا مو؟ بما انه انا لغيت تاثير بعد بس لا من الغي تاثيره مو كانه موجود. هسه انتم مثلا قلنا السلاب من الغي تاثير الثكنس مالته. شلون نرجع تاثيره؟ مثلا نقول اني هذا الكثافه السلاب بالامتحان جاكم مال لايت ويت كونكريت بوينت او 15 كيلو نيوتن على المتر المربع مو؟ ضربتوه في الثكنس اللي لغينا تاثيره مثلا ال 100 ملي اللي هو مثلا 0.1 طلع لكم ايش قد كيلو نيوتن على المتر المربع صحيح؟ انا صح الغي تاثيره بس لازم اضيف التاثير مالتي يعني ما الغي نهائيا بس اسهل نفسي بالحسابات. هنا انا نفس الشيء انا الغيت تاثير هذا البعد انا يا بعد لغيت هسه انا اخذت هذا الثلاثه او هذا الثلاثه بس هاي الواحد ونص شلون ابين تاثيرها؟ اضرب 5 في هذا البعد اللي لغيته ايش قد يطلع لي؟ اعيد هسه انا عندي هنا توب فيو تمام؟ هذا ايش قد الوزن المسلط عليه؟ 5 كيلو نيوتن على المتر المربع. اوكي؟ اذا اجيت ابغى احسب فيو شلون راح يصير؟ راح اخذ بس هذا البعد اللي هو ايش قد؟ 3 متر. مو 3 متر هاي؟ 3 متر. البعد الثاني اللي داخل بالصبوره راح الغي تاثيره. بس ما الغي نهائيا، احاول ابين تاثيره بالقوه فقط. القوة عندي 5 كيلو نيوتن على المتر المربع. في شلون ابين تاثيره؟ اضربها بالقوة اللي هي قدر القوة 1.5 متفقنا هي 1.5؟ 1.5 شنو؟ لا طول 1.5 هاي طول مو؟ زين راح يطلع النتيجة 5 في 1.5 يعني مرة ونص بقد الخمسة، مرة خمسة نص هاي قد 2.5، 5 زائد 2.5 7.5 7.5 الوحدات كيلو نيوتن تنزل نفسها هذا المتر يروح ويا التربيع شو يصير كيلو نيوتن 7.5 كيلو نيوتن على متر واضح؟ احد عنده سؤال؟ اذا مو واضح قولوا لي ترى ما طول احنا بعدنا بالمحاضره بس بالامتحان تختلف راح اقول لك لا تسال تمام؟ هاي الاساسيات لازم تفهمها شلون تحول الاحمال من منبر مساحي خلينا نسميه يعني يقبل مساحه على منبر اللي 1 دايركشن يعني من منبر 2 دايركشن الى منبر شنو 1 دايركشن اللي هو دائما تضرب بالبعد اللي انت لغيت تاثيره اي هذا الحمل الاول زين هسه نفس السؤال راح اسالكم سؤال نفسه بس اريد البيم الطرفاني هسه هذا شوفوا هذا يا بيم سي دي مو هذا سي دي اريد مثلا الاي اف هو بهل زين ايش قد قيمه الحمل المنتشر راح يكون؟ هذا احنا متفقين ايش قد البعد مالته؟ 3 ايش راح يساوي؟ راح يساوي 5 ايش قد؟ 3.75 ليش؟ اي لان هذا شنو؟ العرض اللي لغيت تاثيره هنا واضح؟ هاي انتم هذا الموضوع شوي راح تتعمقون به اكثر بالكونكريت ما بلشتوا او ما بلشتوا به بس هو يعني اساسا بالكونكريت بس انا كستركشر لازم ادخل هذا المدخل حتى زين هذا اللي حكينا عليه انه بناخذ شريحه شلون تتوزع سواء الشريحه مالتي كانت ستيل كونكريت ما تفرق هي كسيستم نفس الشيء هسه نجي للتو واي سيستم التو واي قلنا اذا ال L2 على ال L1 ايش بيها؟ اكبر من واحد واصغر من اثنين ايه 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 صح انت دائما عندك موازي وعمودي
عندك الشريحه هسه مثلا انا عندي هذا البنا اوكي دائما عندي بعد اكس وواي دائما الافقي نعتبره شنو هو؟ هذا ال1 العمودي هذا شنو نعتبره؟ واضح؟ زين هسه راح نجي على ال2 واي، 2 واي احنا حكينا شلون دي ينتقل الاحمال قلنا دي تنتقل بالاتجاهين يعني بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه فهسه الحكي قبل شويه مال المصعب من قلنا ليش بدي تنتقل بهالاتجاه ما تنتقل بالاتجاه الثاني ايش قال مصعب قال لان على قرب مو هسه فعليا هنا صدق على قرب ياخذ قريب عليه راح ينتقل يعني انا هذا الجسر هسه مثلا عندي نصور هاي الغرفه بها اربع جسور مو يعني صار من ضمن الجدار فاللي قريب عن هذا الجسر يشيل هاي الاحمال السقف القريب على هذا الجسر يشيل هذا السقف يشيل هذا الجسر وهكذا زين بالضبط شنو الطريقه قبل شوي احنا بالون واي ايش قلنا؟ قلنا من عندي هنا بيم ايش راح اسوي؟ اجي اقسمه نصف البانل بنصف البانل ويشيله مو؟ يبقى بس الاطراف يشيل النصف الطرفاني. زين التو واي شلون؟ مثلث مثل ما قالت عبير مثلا نفرض عندي هاي الغرفه اللي هي متكونه من شنو؟ متكونه من اربع جسور. فش اسوي؟ اجي من الركن الاول امد خط بزاويه 45 من الركن الثاني بزاويه 45 على ما يلتقون بالطرف المقابل شو اسوي؟ وبعدين اوصل بين قمتي المثلث بمعنى شنو هسه هذا؟ شنو هذا الرسم؟ راح اسميه الاربع المثلث رقم واحد السقف هذا مو قسمت السقف قسمته الى مثلثين واثنين متوازيه مستطيله الترابيزيديه مثلث رقم واحد الاحمال مالته وين تروح؟ على هذا البيمز على هذا البيم رقم واحد الرقم اثنين وين راح يروح؟ وهذا وين راح يروح هنا؟ وهذا راح يروح هنا زين هسه واحد راح يسالني هو هذا بالضبط يعني دقيق الشيء انه الحد الحمل اللي هنا راح ينقل هنا هو مو قلم ومسطره بس دائما هي المعادلات الرياضيه اللي بالهندسه هي فد محاوله لوصف الواقع تقريبي احنا كله تقريبي محاوله لوصف الواقع ما عندنا فد شيء اكزاكت بس هي هاي المعادلات فير اناف انه قدرت لي توصف لي الواقع وتعطيني نتائج مقاربه بحد تخليني انطي نتائج واقعيه تمام؟ بس اتفقنا شلون قسمنا البانل؟ زين هسه شلون احسب القوه؟ بس لنفرض انا عندي هسه ايش قد هنا نفس ذاك السقف 5 كيلو نيوتن على المتر المربع ليش متر مربع؟ لان الابعاد مالته اثنيناتهم متناسقه يعني مو واحد اكبر من واحد بنسبه كبيره زين هسه اريد انقل الاحمال هنا على هذا اللي هو شنو؟ ينقل مثلث قبل شويه ايش سوينا احنا؟ قلنا 5 في العرض مو؟ باعتبار كان البانل مالتي شنو؟ مستطيل هسه مثلث هذا طبعا انت شلون الزاويه 45؟ شلون راح تمد بزاويه 45؟ يعني مثلا اذا هذا ثلاثه لازم منا انا 1.5 ومنا تصعد 1.5 زاويه 45 شنو اهم؟ التان مالته زاويه 45 سيدة هاي زاويه 45 بمعنى شنو؟ تان ال 45 ايش قد يساوي؟ واحد اللي هو شنو يعني التان؟ يعني المقابل اللي هو مثلا اكس المجاور واي، اذا اكس على واي يساوي واحد، بمعنى شنو؟ يعني الاكس يساوي واي. فشلون بعد تمد بزاويه 45؟ تقيس منا وتقيس منا هتطلع على زاويه 45. زين، اذا هذا شلون احسب الاحمال عليه؟ هسه مبدئيا اذا اريد اباعه سايد فيو شلون راح يطلع الشكل؟ هسه بغض النظر عن الاحمال، احنا قلنا مثلث. قمة المثلث ما اعرف بس انا ايش قد مو؟ اجي اقول انا عندي الحمل ايش قد؟ 5 كيلو نيوتن على المتر المربع تمام؟ زين في ثلاثة على 2 زين منين جت لي ثلاثة؟ منين جت لي 2؟
أنا إيش قاعد أحسب؟ قاعد أحسب مساحة مثلث. القمة مال المثلث هو قمة الحمل مالتي، أنتو تتباعوه شيء، بس إذا هنقول انباع 3D راح يطلع لي إنه هذا صاعد، لأن الأطراف صاعدة كأنه صار مثل الهرم. فهذا القمة مالته إيش قد؟ 5، مو؟ العرض مالت القاعدة، طول القاعدة إيش قد؟ 5، هذا قد 3 على 2. مساحة المثلث شنو؟ نصف القاعدة في الارتفاع. القاعدة ايش قد مالتي؟ 3، نصفها ايش قد؟ 1.5. الارتفاع ايش قد؟ 5، اذا 5 في 1.5 شو يساوي لي؟ 7، 7.5. لا لا، نصف قانون المثلث، عوفك من هذا. الارتفاع ايش قد؟ 5، يعني كأنه هذا المثلث داخل مساحة، الارتفاع مالته ايش قد هذا؟ 5. الارتفاع راح اخذها كقوة مو كطول. القاعدة ايش قد؟ على 2، ايش قد راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 7.5. من طلعت هاي 7.5؟ اذا هذه كلها ايش فيها؟ 7.5، انا احتاج بس القمة 7.5، هاي صفر وصفر اقدر اطلع مثلثين ومربع بالضبط. هو اللي تبغى زيد مثلثين ومربع، واضح لي هنا؟ حد عنده سؤال؟ لا، هاي مساحة مثلث. ليش؟ لأن القوة شلون راح تصير على شكل مثلث، واضح؟ لا لا، اي لأن انا شنو كقوة؟ توزيع قوة، يعني هنا انا عندي 5، هنا ايش قد تصير القوة؟ 0. الوزن، يعني الوزن اللي يشيلها هو شنو هذا؟ يعني التوزيع هذا المثلث، باعتبار اني بالمنتصف هذا ايش قد يشيل؟ اقل شيء. بالاطراف ايش يشيل؟ بس هذا شنو؟ 5 كيلو نيوتن على المتر المربع، يعني بالضبط نفس هذا، بس عندي بعد بهذا الاتجاه. هذا البعد ايش قد طوله بهالاتجاه؟ اللي هو كان 3، اللي بس خلينا ناخذ مثال. لا والله، بس انا شوي عوفوني الامتحان، اكو هاي شغلات اساسيه، هاي الشغلات الاساسيه. هسه مثلا الون واي من اللي حكيت عليه، انا ما راح اجيب لك بالامتحان والله هذا ليش اعتبرته ون واي تو واي، تروح تحفظها. او هذا اجيب لك مثلا مال القابه تساوي 1 على الروت، انا ما راح اجيب لك اياه، بس انا اريدك تفهم الامور شلون صايره. يعني انا هذا من اسميه ون واي، اوكي انت كل زين تعرف انه هذا راح ينتقل احمال ون واي هذا تو واي، بس مره واحد سالك، وممكن كلش واحد يسالك، يعني يقول لك زين هو مو بي من 4 مساند بيمز، زين ليش ما ينتقل؟ يعني انت تجوز تسال نفسك، فعاد تجاوب نفسك سؤال، وقد تبقى بنفسك شك، والله يمكن هذا قريب، تبقى انه شك. زين هو دي يفتهم انا دا احكي ويا الستركتشر واعي، والله هذا قريب ما اتمشى له بعيد وافتر له، مو؟ فاكو كلها نعيدها الى اشتقاقاتها الرياضيه. فانت الامتحان المحاضره لا تحسبها بس امتحان امتحان امتحان، اكو شغلات انا اقول لك ركز عليها، هاي امتحان راح تجيك هيك، اكو شغلات اريدك تفهمني، يعني تطلع من المحاضره فاهم. نيجي هذا المثال تطبيق على الحكي مالتنا. عندي هذا الفلور اوف كلاس روم تو بي سبورتد باي بار جوست. احنا نسميه فلور، الاصح نسميه شو اسمه روف، سقف. الفلور يعني ارضيه، هي قد يكون هسه مثلا هسه احنا هاي فلور بالنسبه لهاي الغرفه، بس للغه جوا شنو؟ روف. بس احنا الاصح لان هو دي يحكي على كلاس روم وعلى غرفه معينه، المفروض نسميها روف. المهم اوف كلاس روم، ليش منطيني قال لي كلاس روم؟ هو يقول لي غرفه والسلام. بالاحمال الحيه راح من اروح للتيبل اللي قلنا عليه بالاي سي اي اس سي اي 7، راح يقول لي انت شنو نوع الغرفه مالتك حتى احسب الاحمال عليها؟ اوطيك الاحمال الحيه عليها. المهم نقول الفلور اوف ذا كلاس روم تو بي سبورتد باي ذا بار جويست شون ان ذا فوتو. هذا تشوفوه اللي هو يشبه التراس، عباره عن بيمز، دا شايفين يستخدموه بالقاعات بالجملونات الكبيره. هذا شنو اهم شغله بي؟ وزنه خفيف فيقدر يعطيني سبانات كلش عاليه. اذا هو هذا شنو بيم؟ نحسب حساب البيم. يقول لك each joist is 4.5 متر لونج، اذا طوله ايش قد؟ طوله 4.5. اذا انا عندي سقف، تمام؟ هذا السقف مشهور عباره عن شنو؟ جويست. كل واحد ايش قد طوله؟ 4.5 متر.
زين they are spaced 0.75 متر apart. المسافة بين واحد وواحد 0.75 متر. اوكي يقول the floor itself to be made from lightweight concrete. السقف اللي حامله هذا الجويست شنو lightweight concrete اللي هو شنو lightweight concrete اللي جينا بالامتحان اللي هو قد الكثافه مالته 0.015 كيلو نيوتن على المتر المربع في ملم. يعني شنو كيلو نيوتن على المتر المربع في ملم؟ بس كيلو نيوتن على المتر المربع احنا ما عندنا اختلاف عليها مو؟ يعني الوزن مال هذا السقف مال هذا اللايت ويت كونكريت الكل متر مربع ايش قد وزنه؟ 0.15 بالالف كيلو نيوتن. زين هاي الملم شنو؟ الثيكنس. بمعنى انه كل متر مربع من هذا السقف الثيكنس مالته 1 ملم ايش قد الوزن مالته 15 بالالف. زين اذا عندي 100 ملم مجرد اضرب ال 15000 في 100 وضحت؟ انا مرات قد تفوتني شغله بس الوحدات تنبهني عليها. اوكي؟ زين ايش قد الثيكنس مالتها 100؟ Neglect the weight of the joist. اهمل الوزن مال البيم. والcorrugated metal deck. الشينكو اللي نصب عليه احنا الستيل ستراكشر شلون نصب الكونكريت؟ بس احنا بالكونكريت نخلي قالب خشب مو؟ بالستيل ستراكشر لا عندنا اللي هو الشينكو نصب له corrugated steel وينصب وياه وينعاف يعني يصير جزء من الـ من الـ من الـ من الـ من الفورمات الروف تمام؟ زين اذا قال لي اهمل الوزن مال البيم اهمل الوزن مال التشينكو and determine the load that acts along the edge joist. احسب لي الوزن اللي ينقله كل شو اسمه كل بيمز او كل جويست. طبعا هو ما قايل لي اكو بالاتجاه الثاني بيمز فانا راح افترض شنو راح افترض انه هذا وان واي لان ما قايل لي انه اكو بالاتجاه الثاني شنو بيمز. واجي اخذ الوسطي اللي هو هذا، اذا الوسطي ايش قد طوله؟ 4.5 زين، انا يعني هذا حمل منتشر اريد اشوف ايش قد مو؟ زين فبالبدايه الاحمال شنو الان المنتشره على السقف مالت الجيد؟ لازم احسبها، شلون احسبها؟ ديد لود زائد لايف لود ساحة الديد لود قلنا شلون نحسبه 15 بالالف هذا همين من طلع من التيبل الاي اي سي اي اللي هو 15 بالالف ليش في 100 لان قلنا هذا مال متر مربع الكل ثيكنس 1 ملم اذا عندي 100 ملم ثيكنس اضربه في 100 ايش قد صار 1.5 كيلو نيوتن لكل متر مربع. اذا انا هسه سويت عندي هذا البيم قلنا عليه حمل منتشر قلنا الحمل المنتشر شلون اعرفه؟ الكيلو نيوتن على المتر المربع في البعد اللي انا اهملته مو؟ انا البعد اللي هنا اهملته قلنا المسافه بين واحد وواحد ايش قد؟ 0.75 زين انا الشريحه ايش اللي تتكون؟ تتكون منها نصف منها نصف ايش قد راح يصير؟ هذا البانل مالتي مو؟ هذا جويست هذا جويست زين انا اريد مثلا هذا جويست هذا ايش قد البعد؟ 0.75 هذا ايش قد 0.75 زين من اجي انا اخذ منتصف خلينا نجي نحكي عن المنتصف هذا ايش قد 0.375 هذا ايش قد؟ 0.375 ايش قد مجموعهم؟ 75 اذا اضربها ايش قد؟ قبل شوي طلعت 1.5 في زين بس انا عندي بس ديد لود؟ عندي لايف لود، لايف لود اروح اطلع من التيبل زين يطلع للكلاس روم 1.92 اذا مجموع اللود المسلط على السقف مالتي ايش قد؟ 1.5 اللي هو شنو هو؟ ديد لود 1.92 اللي هو شنو؟ لايف لود المجموع مالته هذا مجموع اللود المسلط على اول محصله
هذا اضربه في 0.75. هنا شيك لي انه اذا عندي ابعاد بالطرفين اللي هي وين وين اوريدي، لان انا عندي بس اتجاه واحد، فشلون احسبه؟ شوف شلون الرسم. المحصلة جمع ديد اجبتكم يا ابني ديد لو زاد لا يو لا 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 هو ايش منطقي يا لا لا بعد لا لا بس اللايف لود شنو الوحدات مالته راح اعطيك اياها كيلو نيوتن على المتر المربع، وانا الواحد ونص شنو كيلو نيوتن على المتر المربع، شلون جبت الكيلو نيوتن على المتر المربع؟ عباره عن كثافه في ثيكنس، الكثافه شنو وحداتها؟ 0.015 كيلو نيوتن على المتر المربع في ملي، بس مجرد اضربها بالثيكنس حتى اروح هاي الملي صارت كيلو نيوتن على المتر المربع، صارت جاهزه اجمعها بالمال لايف لود جبت من الجدول، اجمع الاثنينات اللي صارت 3 بوينت شنو؟ هذا الحمل اللي شلون هسه رسمته؟ اذا شنو؟ 3.42 اللي هو هذا الرقم المحصله، 3.75 عرفنا من وين جبت ال 75، اذا شنو عندي اللود او الوزن اللي راح ينقل البيم؟ 2.5 بالضبط. الاطراف اللي هي 0.375 نص. زين شنو يعني هذا الرقم؟ 2.5 خلينا نقول 2.5 كيلو نيوتن على المتر. يعني شنو كيلو نيوتن على المتر؟ يعني كل يعني هذا الرقم كل متر. لنفرض هسه عندي جسر هنا كل متر هذا الجسر يا زين بيا اتجاه يعني بهذا الاتجاه لو بالاتجاه هنا الداخل بالصفر بالفعل. اذا هذا الجسر بيشيل لي وزن 2.5 كيلو نيوتن لكل متر، يعني هسه انت مثلا عندك شيء الماني زين هي عندي الطول مالتها بس بالاتجاه العمودي عليه هو هذا الحمل اللي تشيله، يعني مو السقف راح اقول عمودي، كل متر بهذا الاتجاه راح تشيله واضح؟ هذا اللود باث اللي هو احنا هسه ضمنيا حكينا عليه اللي هو شلون ينتقل اللود. الفكره وما بيها وليش انا مهم ادرس اللود باث؟ الفكره انه المصمم لازم يعرف اللود باث حتى يعرف شلون من دي ينتقل اللود، حتى يعرف وين يصير خلل بالمنشاه مالته، من يصير خلل او يصير مثلا كولابس حتى يعرف شلون يتجنبها. يعني انت من تعرف اللود هسه شلون عرفت اللود ينتقل اذا عندك وين وين شلون اللود ينتقل؟ شنو تقوي؟ شنو تضعف؟ مو؟ يعني حتى هسه بالاستراتيجيه بالتصميم صحيلها شيء صحولها ويك بيم سترونج كولوم، بمعنى يعني اذا اريد اترجمها ترجمه حرفيه انه بيم ضعيف كولوم قوي. ليش؟ يقول لك اني اذا صار فشل بالبيم يبدي يفطر البنايه ما توقع، قد يصير بها ديفليكشن قد هذا، بس اذا صار لي فشل بالكولوم قبل البيم البنايه توقع قبل. فاني عن طريق فهمي لهاي الامور اضعف الامور اللي تعطيني تحذير تعطيني انديكيشن احسن ما اضعف مثلا الكولوم وراسا البنايه توقع شنو؟ فوق راسي. فهذا من الضروري جدا. زين بمعنى انه انا اسوي البنايه مالتي مثل السلسله، اضعف سلسله اضعف حلقه بيها مثل اقوى حلقه بيها، بمعنى خلينا نقول كسيستم عام. يعني هسه مثلا هسه احنا اخذنا هذا المثال بس للتوضيح، هسه مثلا هذا الستيل ستراكشر شنو بي؟ عندي مثلا هاي غرفه متكونه من اساس وهذا السبريت فوتنج اللي هو هم يعتبر اساس، كولوم جيردر فلور بيم وسقف. الاحمال وين دي تجي؟ على السقف. السقف وين دي ينقلها؟ للفلور بيم. الفلور بيم وين دي يوديها؟ للجيردر الكبير. الجيردر وين دي ينقلها؟ للكولوم. الكولوم وين دي ينقلها؟ هسه ما عندنا اشكال. زين كلكم فايتين على جسر الصرافيه او الجسر المعلق، شلون دي ينقل الاحمال؟ هسه خلينا نحكي على جسر الصرافيه. هاي الستركتشر الحديد شنو فائدته؟ هذا الشيء وبعدين ايش يسوي؟
مثل هذا، لنفرض اذا انا ما عندي هذا سواء معلق او جسر حديدي، اذا ما عندي فلازم شرط شيء ازيد الدعامات. لنفرض انا مثلا انا كجماليه او مثلا عندي حركه سفن او مثلا عندي التربه ضعيفه ما اريد احمل عليها بهاي المنطقه المعينه، فاستخدم هذا النظام. هذا النظام يعطيني سبان كبير. شلون قلت لك تستخدم جويست؟ فالتراس يقوم يشيل الاحمال، فشلون تنتقل الاحمال؟ تنتقل من الطريق الشارع اللي هو الشارع اذا اريد اشبهه بالبنايه راح يشبه السقف لان يعني الاحمال تسلط عليه. وين راح ينقلها؟ راح ينقلها للستركتشر الحديد، مو الشارع مرتبط بهذا؟ راح ينقلها للستركتشر الحديد. هذا الستركتشر الحديد راح ينتقل عبر اعضائه علمه وين يوصل؟ للدعامات. الدعامات وين راح تنقلها؟ الفاونديشن. الفاونديشن وين راح ينقلها؟ للبايض. مو هو الفاونديشن عندي انواع، يبدي من الشريطي لحد ما نوصل للرافت. اي هو البايلز راح ينقلها للتربه، بس ياج طبقه من التربه، الطبقه اللي المفروض حاسبها انه تتحمل لي الاحمال. اوكي؟ هذا لا لا هذا هذا ينحسب، والله هذا ينحسب. هذول يعني انا صراحة، والله انا صراحة كشغل دول اللي هم مال هاي واي صمم جسور، يعني انا كاطلاع ما عندي ذاك الاطلاع صراحة، لان هذا تخصص خاص انه هم تنحسب احمال. احنا كنا يعني السنوات السابقة عندنا مادة اسمها سلكتد توبلز، ندرس تصميم الجسور من ضمن المواد. تصميم الجسور عدت باحمال، احسب اللايف لود، احسب الديد لود، ثم اللايف لود مال جسر. شنو اللايف لود مال جسر؟ السيارات. السيارات هي احمال دايناميك متحركه. راح نحسب، راح ان شاء الله احنا بهذا الكورس راح ناخذ في موضوع اسمه الانفلونس لاين. الانفلونس لاين نحسب التاثير مثلا من سياره بتتحرك شلون دي ينتقل، يعني شلون ارسم البيندنج مومنت دايجرام. مو انا اعرف ارسم بيندنج مومنت دايجرام؟ زين البيندنج مومنت دايجرام اذا كان عندي الاحمال ثابته، زين اذا الاحمال متحركه شلون راح يتغير المومنت؟ راح يتغير المومنت نتيجه تحرك السياره، يعني السياره من تجي بدايه الجسر راح تعطيني احمال معينه. يعني كانه انت عندك بيم. انا اقول لك هذا البيم ارسم لي البيندنج مومنت دايجرام واللود هنا. راح يطلع لك نفس الرسم من اللود يجي هنا. راح يتغير. فاحنا راح نتعلم شلون نرسم من الحمل المتغير، هاي كل الامور تدخل. واضح؟ حد عنده سؤال؟ هل هنا نكون خلصنا محاضرتنا؟ اللي ما عنده شيء خليه يتفضل، شكرا جزيلا.